نص أرنب بعد إذنك. سراج أحمد منير؟ أيوة فندم. أمي الله يرحمها ويحسن إليها كانت بتموت في سراج منير، سميتني على اسمه. نص مليون جنيه مرة واحدة؟ بعد إذنك، إذا ما كانش يضايق حضرتك. اكتب العنوان. أفهم؟ اكتب العنوان سيادتك. لحظة واحدة لو سمحت. اتفضل. أستاذ يوسف. هقتلك. هخنقك. أستاذ يوسف. النهارده 18 في الشهر. إياك ما يكونش اتأخر زي كل شهر. لا لا لا، اطمني، وصل. أستاذ سراج. لو سمحت، اتفضل من هنا. الشهر اللي فات وصل يوم 25، مع انه قايل لي في جوابه انه بيبعته قبل الشهر ما يبتدي بمده، لكن الظاهر يا ابني بيتاخر في البوسطه فين وفين على ما يوصل من كندا. وفي جوابه الاخراني بقى بعت لي صوره ليه ولمراته، ما هو اصله اتجوز واحده كنديه وخلف منها عيل. بعت يقول لي تعالي. اروح فين يا ابني؟ هو انا اقدر على السفر؟ هو وحشني قوي صحيح، اصل انا ماليش في الدنيا غيره. عارف يا استاذ يوسف انت فيك شبه كبير منه. الشركه بلغتنا امبارح، بس المره الجايه لازم تدينا مهله على الاقل يومين، وما تجينيش قبل البنك ما يقفل بدقايق. ان شاء الله. هو المبلغ كام بالظبط يا استاذ يوسف؟ 120 جنيه. العفو. مظبوط؟ الا مظبوط طبعا يا فندم، دار امان. شكرا قوي يا استاذ يوسف. لا العفو، الخروج من باب الوراني. معلش اصل عينيا زغللت من كتر العد.
الشنطة بتاعتك كانت هتتسرق. مش بتاعتي اهي. اطلع يا اسطى. يوسف. يوسف. مالك واقف تاه كده ليه؟ ايه الشنطة دي يا يوسف؟ والنبي ده وقته يا يوسف تشتري شنطة غالية زي دي؟ احنا في عرض جنيه واحد. جبتها بكام؟ يوسف. في التاكسي هنتكلم، بعدين. انت جرالك ايه النهاردة؟ شنطة جديدة وتاكسي كمان؟ انت طبيت على البنك ولا ايه؟ الله، ايه اللي بتعمله ده يا يوسف؟ مش هنتفرج على القطرين؟ بعدين، اصلي تعبان شوية ولازم نروح دلوقتي. يبقى نروح في الاتوبيس زي كل يوم. سهام اصلا. ما اصلش يا يوسف، يلا بينا الاتوبيس هناك اهو. يلا. النهارده في واحده زميلتي باباها مقاول مباني بيبني عمارات كبيره قوي. قلت لها هتكلمه على شقه متهاوده. يا سلام يا يوسف لو لاحظت باباها مقاول مباني، ما كانش هيبقى عندنا اي مشاكل من اي نوع. فاكر يا يوسف الحمام البامبي اللي شفناه امبارح في التلفزيون؟ يا سلام يا يوسف لو نقدر نجيبه، ولا اوضه النوم اللي شفناه كانت تجنن يا يوسف. يا سلام لو نقدر نجيب كل ده يا يوسف، وورق الحيطه اللي شفناه في اخر المحل. الله عليه يا يوسف، لو نجيب الموكيت كمان من نفس درجه الورد اللي كانت موجوده فيه، ولا اوضه الاطفال يا يوسف. الاوضه اللي شفناها كانت مش معقوله يا يوسف. انت ناوي تتغدى عندنا النهارده ولا ايه يا يوسف؟ ها ليه؟ محطتك اهي. يا نهار ابيض يوسف. يوسف الشنطة بتاعتك. خبر. مع السلامة. اتكلم معاك في موضوع مهم جدا. بعدين يا توحيد. بعدين. بعدين ايه؟ انا ما صدقت لايه. لا اصل. اصل ايه؟ لا اصل ولا فاصل. ايه هاخرك على الغدا خمس دقايق؟ معلش هنقعد على القهوه خمس دقايق وبعدين تمشي. تعال تعال. والله زمان بقالنا كتير ما قعدناش على القهوه مع بعض يا يوسف. فاكر
فاكر لما كنا نزوغ من المدرسه ونيجي نلعب طاوله على المشاريب؟ توحيد، انت قلت لي انك عاوزني في موضوع مهم. طب ما انا جاي لك في كلام. وحياتك بسرعه علشان انا اصلي مش فاضي. ما هو اصل الموضوع اللي انا عايز اكلمك فيه محرج شويه، انما معلش احنا برضه اصحاب قدام وزمايل. ما تتكلم دغري يا توحيد. بصراحه انا طالب القرب منك. ايه؟ ما تنساش ان انا نسيت، انا ما كملتش تعليمي لكن انا بكسب كويس وفاتح ورشه ميكانيكا وبشتغل فيها مع اخويا لامع اللي في الكويت. ما انت عارف. انت بتقول ايه؟ وطالب القرب مني في مين؟ في اختك ساميه. انت اتجننت؟ اتجننت ليه يا يوسف؟ وانا مش قد المهام؟ ابدا مش قصدي يا توحيد، انا قصدي انها لسه ما كملتش تعليمها يعني. مين قال ان انا همنعها؟ ما تكمل براحتها. طيب طيب بعدين بعدين، عن اذنك دلوقتي. كنا عايزين نقرا الفاتحه الاول. فاتحه دي يا جدعان انت ما تصلي على النبي. انت مش بتقول ان انت بروح بيتي يا يوسف؟ لا هروح مشوار الاول. دي مش بتاعتك انت سرقها وانا شايفك بعناية. وانت هتعمل بيها ايه دلوقتي؟ انا راح اسلمها للبوليس. طب ما انت عديت يجي على 50 اسم. سيب يابا الشنطة ومالكش دعوة بالحاجات دي، الحاجات دي خطر عليك. يلا يلا عشان تروح، احسن ماما مستنياك على الغدا. ما تخلينيش اذيك، انت شكلك مش وش بهدلة. هات الشنطة واجري على بيتكم. وعارف اسم الشركة، هبلغهم بكل حاجة، ودي اللي اوديك في داهية. تو ماشي من شويه، كان باين عليه قلقان قوي وسال عليك كذا مره. ما قالكش راح فين؟ ما قاليش. معلم رفاعي في برتيتا الليله ما تنساش. مع السلامه يا معلم. كنت فين يا رفاعي؟ الدنيا مقلوبه عليك. النجار فوق. معلم اتأخرت ليه؟ عملت شاي للمعلم يا بت. ده مش وقت زفت. قولي ايه اللي اخرك؟ حصلت شوية لخبطة بس جت سليمة، بس برضه ما كنتش هطير. دي مش آخر مرة، مش آخر مرة يا معلم. ايه اللي حصل يا رفاعي؟ ايه اللي جاب الراجل ده هنا؟ ضايقك في حاجة؟ ابدا، بس من ساعه ما قعد عينيه بتطق شرار. بقول لك ايه، ما تسيبك من الشغلانه الهباب دي وتنزل تقف في القهوه تاني. ولازمته ايه الزعيق ده؟
ايه ده يا رفاعي؟ نمر الليف اتغيرت. وانا اتعرفنا انا بشيل بس. الشنطة دي اتفتحت في السكة واتقفلت تاني. ما حصلش. الشنطة ما جابتش على عيني. ما تقول لي يا رفاعي ايه اللي حصل بالظبط؟ ابدا الواد من الافنديه اللي شغالين في البنك دخل في الخط غلط افتكرني سرق الشنطه. ما حصلش حاجه نجار. سكينه يا بت معايا. خش جوه يا بت. بقت فتحت اهي. ايه ده؟ اديني فرصة وانا ارجع لك الفلوس. العملية خرجت من ايدي. تلاتة حاجة ساعة. اللي انت عملته ده الله يخرب بيتك. شوية التراب دول بنص مليون جنيه. ده هيروين من احسن نوع. الشوية دول على ما يوصلوا مجاه لافريقيا يحصلوا 2 مليون جنيه. خلاص يا حبيبتي هعوضك عن كل اللي خدته منك. هلففك الدنيا بلد بلد. هنطلع الاول على العريش ومن العريش ناخد مركب صيد لايطاليا. انا عامل حساب كل حاجة. حصل يا نجار؟ رفاعي لطش النص ارنب. مش ممكن فرد اعملها لوحده. ما اعرفش ايه اللي فيها. وهو مش قد اللعبه دي ابدا. اتكلنا يا نجار. ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا سلمنا البودر وقبضنا بداله ورقه عليه اخبار قديمه. والهيروين؟ ده بقى تبعكم. هو حط نص على نص وبلع له ارنب لوحده. مش مهم دلوقتي تبع مين. المهم اللي لازم يسافر دلوقتي والا رحنا كلنا في توكر. سراك هو اللي لعب اللعبة دي يا سعادة البيه. أنا عارف ومش هيسلك. ده ماشي في سكة واحد زمان كان لوحده ديك رومي بك وفلسع. أصبر أنت باعكو برضو. خلينا بالمأمورية دي. ما قدرش أخد القرار ده لوحدي. Thank you.
تليل، هتبقى عينيك من القراية. بتقول لنفسك يعني الحق عليا؟ عايز اخلص لك البلوفر قبل الشتاء ما يجي. توحيد كلمك؟ الله، ده انت عارف الحكاية يعني. توحيد ما يتعيبش يا يوسف. تعالي شوف يا ماما بتقول ايه يا ستي. ايه يا يوسف؟ عاوزة تجوزك لواحد ميكانيكي. توحيد؟ الله، ده انت كمان عارفة الحكاية. اما انا قلت لماما وقلت التوحيد يكلمك الاول. كلمني الاول؟ والصنص الانجليزي اللي انت هتاخديه هتفرشه على ترابيزة المطبخ عشان تقور عينيك كوسة. وبعدين بقى يا ماما؟ يا اخويا اسكت وبص لنفسك. ده انت بقالك 5 سنين متخرج من الجامعة. ده احنا دخنا 7 دخات عشان ننقلك البنك اللي هنا. لا وايه؟ مين عارف هتتجوز ازاي وامتى؟ ولا اختك ست وفاء اللي خدت جوزها وراحت السعودية بقالها 2 سنين. هو انا في حد اتوكس وكستي؟ يا ماما فهميني يا ماما. ده وضع مؤقت وهيتحل. وضع مؤقت؟ مش الله يا سي مؤقت. هموت انا بقى على ما يتحل. اسمع يا يوسف، لو عندك كلمة كويسة قولها، ما عندكش نقطنا بسكاتك اعمل معروف. يا بابا سيب ابوك في حاله، اهو زيك وانت كمان طالع له غاوين فقر وعنطزه. هنرجع للنقرزة تاني يا رتيبة؟ ايوه، ومش هبطل الا لما تعمل اللي انا عايزاه يا عبد الجواد. بقى يا عالم، حد يبقى عنده بيت زي ده وفي حتة زي دي وعلى مساحة قددي ويجيب لي 40 جنيه في الشهر بس؟ يعني عايزان اعمل ايه يا رتيبة؟ اطرد الناس اللي فيه؟ لا يا اخويا تلحلح، اعمل زي ما الناس بتعمل، طلع تصريح هدم، حل كيسك وشحل فلوسك وكل شيء يتحل. منين يا رتيبة؟ من المقاول اللي حيبنيه. وافي انت بس وسيب الباقي عليا. مش هيحصل يا رتيبة طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا مصبتي انتوا عايزين تجننوني؟ عايزين تموتوني ناقص عمر؟ انا قايم اصلي ركعتين واستغفر الله من اللي انت بتقوليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفي بقى يا ماما، الطريقه اللي انت بتفكري بيها دي غلط، ولو وافقتم على الجوازه دي انا هسيب لكم البيت ده وامشي. مع السلامه يا حبيبي. اللي بتجيبه معاك اول الشهر خدوا معاكم تماشي. يوه طبعا، ما انتوا ايديكم في الميه البارده، محدش حامل الهم غيري، ناقصك انت وابوك. بتيجوا تلاقوا لقمتكم جاهزه وهدمتكم نظيفه، عايزين ايه تاني؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ بقى شوف اما اقول لك، شغل الله ده مش عليا. اطلع هات الفلوس. فلوس؟ فلوس ايه؟ لا ما انتش عارف فلوس ايه؟ اطلع. تعالى بس بقى، نص مليون جنيه ضاعوا. نص ايه؟ يا نهار اسود، ده انا شايفهم بعينيا دول وهما بيتحطوا جوه الشنطه. تسمع بقى الروايات بتاعتك ديت، انا مش فاضي اسمعها. هتجيب الفلوس ولا اخلص عليك؟ اسمعني بس يا انت اسمك ايه؟ مش شغلك. الشنطه كانت في ايدك انت والبنت اللي كانت معاك. ركبتوا الاتوبيس واداريتوا على عينيا شويه وكانت معاكم. وديتوا الفلوس فين؟ فلوس ايه؟ فلوس ايه وزفت ايه؟ هو انا لو كنت خدت الشنطه كنت هفضل قاعد مستنيك هنا لحد ما تيجي؟ ما تفكر بمخك يا اخي. بقى هاخد نص مليون جنيه وافضل قاعد هنا؟ هتجنن يا جدع انت؟ نص مليون ايه؟ الشنطه اللي انت سرقتها من سراج كان فيها نص مليون جنيه. وانت ايه اللي عرفك؟ ما انا قلت لك بتنيل على عيني، بشتغل في البنك اللي صرف الفلوس دي. يا جاه النبي، نص مليون جنيه يطلعوا كم الف دول؟ يطلعوا نص ارنب. كم؟ نص ارنب طبعا طبعا. نص ارنب عارف؟ نص ارنب 500,000 جنيه. يا ولاد حراميه، 500,000 جنيه واخد 100 على النقله؟ بقى اشيل 500,000 جنيه واخد 100؟ طيب انا اجرك كلب. الله، يعني انت ما كنت سارق الشنطه؟
طلع على عينك ثانية انت الاخر. انا كنت واخدها من الدهول التاني بدل. بدل ايه؟ تمالك انت. اصلا انا ما خدت شنطه منك ورحت اديها لسراج ما رضيش ياخدها مني وقال انها مش بتاعته. طبعا اصول الشغل. لا 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 يا حيدر مش اصول شغل. سراج ضحك عليكم خد الفلوس من الشنطه واديها لكم فاضيه. مش ممكن دي مش اول مره اشتغل فيها مع بعض. ثم انا مسلمه البضاعه بايديا. بضاعه ايه؟ تمالك انت. انا مش ممكن اروح دلوقتي. بقول لك ايه، ممكن اتوه هنا لغايه الصبح. الصبح همشي يعني. ممكن. يا نهار ابوه اسود بقى، خد الفلوس والبضاعه كمان، ده يبقى بايع نفسه. عارف يا سراج، انا حاسه اني ما كنتش غلطانه ابدا لما سبت الدنيا كلها وجريت وراك. لسه يا روحي، انت لسه ما شفتيش حاجه. انا هعوضك السنين اللي فاتت كلها، هرجع لك كل فلوسك اللي خدتها منك قبل كده. اخفى عليك يا سراج، هو في فرق بيني وبينك؟ ابدا يا روحي ابدا. انا هعيشك في العين، مفيش ست في الدنيا تحلم بيه. دي لعبتي انا لوحدي يا كوثر، لعبتي اللي خططت لها من زمان ولازم تنجح غصب عني. يوسف موجود؟ لا مش موجود، راح الشغل. نقول له مين حضرتك؟ يو انت حر؟
معصر المقاولات. وحياتك عاوز اسال على واحد عندكم اسمه سراج احمد منير. ما عندناش حد بالاسم ده. طب اديني حد مسؤول اكلمه. دقيقه واحده. السناني عند الباب اللي وراني دلوقتي. الو. ايوه الو. احنا هنا البنك لو سمحت. كنت عاوز اسال على واحد بيشتغل عندكم اسمه سراج احمد منير. ما افتكرش في حد عندنا بالاسم ده. ازاي يا فندم؟ ده صرف من البنك اكتر من مره باسم شركتكم ومبالغ كبيره. سوري اسف. الظاهر في عندنا فعلا شخص بالاسم ده. سراج ايه من فضلك؟ سراج احمد منير. ممكن اكلمه؟ اعتقد ان الاستاذ سراج في ماموريه. حضرتك مين وعاوزه ليه؟ الو. وحياتك عصام. ايه لو حد سال عليا انا خارج وراجع على طول. ماشي يا واحد. يا عصام انت اللي بتطالب المعاصره للمقاولات؟ لا. امال مين اللي كان بيكلمك؟ يوسف. ايه انت مش كنت دلوقتي على الخط؟ انت اللي كنت طالبها يا يوسف. معاك على الخط. ايوه يا استاذ يوسف. حضرتك فتحت موضوع. يا فندم انا اصل ما فيهاش حاجه معينه. يا ريت تشرفنا في الشركه نشرب في جال قهوه ونتكلم. هنتكلم في ايه يا فندم؟ في سراج ولا في حاجه تانية؟ يا فندم انا كل اللي كنت عاوز اتاكد منه. من ايه يا استاذ يوسف؟ من شخصيه اللي صرف الشيك. بس حساب شركتنا مش شبك يا استاذ يوسف. نتقابل ونتكلم احسن. الو. كده تسيبني نايم وتمشي؟ ما صحتنيش اخرج معاك ليه؟ اسمع رفاعي، انا ماليش دعوه باللعبه دي. خد ادي عنوان سراج اهو، واعتبر نفسك ما شفتنيش خالص ولا تعرفني. انت فاهم؟ هو حصل حاجه؟ يوسف كان في واحد دلوقتي طالبك حالا في التليفون. مين؟ واحد بيقول انه صاحبك من زمان كان في المانيا. انا ماليش صحاب في المانيا. يوسف اما ملقكش طلب يعرف عنوان البيت. واديتهوله؟ انا قلت له يجي البنك هنا، فقال انه مشغول لاخر النهار، فديته عنوان البيت. ايه يا يوسف في حاجه؟ لا 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 مفيش حاجه خالص. Check.
استاذ يوسف. ايوه. كنا عايزين ندردش مع بعض شويه. انا من طرف سراج. يوسف عن اذنك. سهام. لا فضلت الميه دلوقتي. يلا بسرعة يا رفاعي. ايه؟ نبعد دلوقتي عن هنا. وبعدين يا رفاعي هعمل ايه؟ انت خايف كده ليه؟ انا كان مالي ومال الحكاية المهببة دي. حظك النحس بقى. لا يا عم، انا رايح ابلغ البوليس واخلص من الدوشة دي كلها. هتبلغ البوليس هتقول له ايه؟ هقول له ايه؟ اقول له على اللي حصل واطلب حمايتي. حمايتك؟ حمايتك من ايه ومن مين؟ انت بتحلم؟ دول ناس ايديهم طويله وطرشه. انت مش بتقول عرفوا بيتك وبولك البنك كمان؟ ايوه. يبقى عليك العوض. تعرف ايه الحاجه اللي تخليهم يبعدوا عنك وتخليك تطلع منها سليم؟ اننا نرجع فلوس تاني. صح صح يا ولد، ده عين العقل. حلو قوي، مفتوح. تعالى. ايه؟ تعالى. انت بتعمل ايه؟ تعالى بس. ها؟ ايه؟ اركب. بس انت كده تبقى سارق العربية. اركب وبعدين اركب. عربية كمان اهي. قلت لي بقى يا اخينا هرجع الفلوس دي ازاي؟ لازم نلاقي اسراج. صح، لكن ازاي اذا كان ابن الحرامية سايب عنوانه في البنك على خرابة؟ اسمع، قبل اسراج كان في واحد بيصرف الشيكات من البنك لنفس الشركة دي، اسمه رشدي حسين عامر. المعلم رشدي؟ الله، انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه؟ قوي. سميتنا على اسمي غريبة. في واحد النهاردة سأل عن سراج منير، فكرته بيهزر. أكيد بيهزر. رشدي حسين عامر موجود؟ ساب هنا من زمان. راح فين؟ راح مطرح ما راح. مين بيسأل؟ هيكون مين يعني؟ انا بس خفت تكون المهم تلاقيه في اسكندرية في المينا تصدير واستيراد، حاجة كبيرة خالص بيطلع في الجرانين ساعات. اتفضل. مرة تانية يا حلو. عن اذنك. محدش يرد على التليفون. قول انت مين وايه الحكايه بالظبط؟ احنا ناس طول عمرنا عايشين جنب الحيط وما لناش دعوه بحاجه ابدا. ابنك فين؟ يوسف ماله يا بيه؟ ابني عمره ما كان له دعوه بالسياسه. سياسه يا وليه؟ فين الشنطه اللي جابها هنا؟ اسمع من فضلك،
وريني بطاقتك الشخصية. يا راجل اتلهي. النهارده بعد الظهر وانا ما رجعتش البنك خالص. اسمع سامي، انا عاوزك في كلمتين. اهلا يا طنط، ازيك؟ ازيك يا ابني؟ على اذنك معلش. من زمان ما حدش شافك. ماشي. بتقول ايه يا يوسف؟ اديني الفلوس اللي عندك كلها دلوقتي. ليه؟ لقيت شقه؟ لا انا محتاج الفلوس ده سامي، محتاجها قوي. محتاجها في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه حصل، بس هاتيها دلوقتي وبعدين هقول لك. لا طبعا، انا مش هطلع مليم واحد الا ما اعرف الفلوس دي رايحه فين. ولا انت ناسي ان دي فلوسنا سوا؟ خلاص هاتي نصيبي فيهم. يوسف ارجوك يا سهام، مفيش وقت. يبقى لازم اعرف ايه الحكايه بالظبط. يوسف انت ناسي ان انا خطيبتك ومن حق اعرف عنك كل حاجه؟ هتقدر الموقف؟ هحاول. عملت ايه؟ ما لقيتش غير 200 جنيه جبتهم. رضا هنروح فين؟ عش الوطويه. وبعدين معاك يا بنت انت، ما تخليكي جدع عمار. وحشتني قوي. اسخلك لقمه تاكلها يا رفاعي. كتر خيرك. بابا احنا عندنا لحم النهارده، وامي شايله لك مناب. انا جيت اشوفك قبل ما اسافر. ايه تسافر فين؟ ما تاخد مفتاح القهوه وتروح تفتحها يا ابني. هتفضل تجري كده لحد امتى؟ ان شاء الله يا حاجه بعد ما ارجع هفتحها واقف فيها. وانت عملت ايه؟ لا وانت عملوا معاك ايه؟ فلت منهم. بقول لك ايه يا رفاعي، عشان خاطري كفايه شقاوه، انا مستعده انزل معاك القهوه وايدي على ايدك زي زمان. جربت ما تكت من مول هات البورصه. مش قدام العيال يا مجنون. نفسك تسوق؟ لعلمك بقى انا حاجز على عربيه سيات. بتعرف تسوق ولا لا؟ لسه، انما سهام بتعرف. حلاوتك اسكندريه هتبقى برد دلوقتي. بس انا حاسس كاني رايح اصيف. مساء الخير. وحياتك عايز احط الشنطه دي في الامانات. مساء الخير. على فكرة أنا شفت البرنامج ده قبل كده، كل الأغاني اللي فيه بايخة وقديمة. ما تعجبش غير العواجيز والمراهقين. ما تنام بقى يا اخي.
خفت تروح؟ لا صعبت عليا اسيبك لوحدك. قول لي رفاعي، ما فكرتش تاخد الشنطه من سراج وما ترجعهاش؟ بيني وبينك لما عرفت ان انا كنت حمار بيشيل ملايين ويضحكوا عليا بملاليم النار طلعت في دماغي. بس العمليه صعبه قوي، العالم اللي بيشتغل معاها ما بترحمش. طب ما هو سراج كان زيك. سراج ده مجنون، شال راسه على كفه وماشي، ده عايش لوحده يابا، فرضان. انا في رقبتي عيله، تعرف امبارح وانا بسلم عليهم صعبوا عليا قوي. بنت نعيمه دي جدعه قوي. قول لي رفاعي، عرفتها ازاي؟ كنت بشتغل عند ابوها في قهوه صغيره كده، كانت هي في النصبه وانا في الارضيه. في يوم حاولت ابوسها كلتني قلم على وشي، رن في وداني. بعد اسبوع كنت متجوزها. وانت؟ لسه ما تلعبتش القلم. ايه ده؟ هات الشيك ده. انا نازله في اوضه 210. ميرسي قوي، ده منشط للدوره الدمويه. العربية معانا بدل ما كنا رميناها في الشارع. ده تلاقي البوليس قلب الدنيا عليها. يمكن نحتاجها. نبقى نستلف واحدة تانية، مش مهم العربية دلوقتي. هو البني آدم بيعيش كام مرة؟ عاوز تقول إيه؟ سراج مش أجدع مننا. عليا النعمة اللي ناخد النص تقارنا بنقسمه بينا وبين بعض، أنت ورك وأنا ورك. قلت إيه؟ قدها. والناس بتوعك؟ ناخد الفلوس الأول وبعدين نحلها ألف حلال. قلت إيه؟ مش عارف أبو رفاع. مش عارف ده إيه؟ ما تسيبك من شغل العيال ده بقى. هتفضل طول عمرك كده؟ طول عمري. قلت ايه في يومك اللي مش فايت ده؟ هاتي ايدي، امسكي ما تخافيش.
بالراحة بالراحة عشان متعوري. الحمد لله على السلامة. تعبتك معي. معلش أنا بحب التعب قوي بس مش عشان أي حد. شربت مية؟ يعني حاجة بسيطة. أول ما نوصل الشط هنزلها لك. أنت عارفة إن أنا غاوي كشافة طول عمري؟ مفيش حتة في مصر غير لما زرتها. أنت زرت البحر الأحمر؟ لا. هيعجبك قوي لما تزوريه. أنا حاطط في العربية خيمة صغيرة وبعض المعدات. جاهز. عيب هو في وقت. أنت عارفة إن أنا طلعنا جيران؟ في مصر؟ لا 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 هنا. أوضتي جنب أوضتك على طول. أنا اتخضيت عليك قوي. دفي شوية كده. برافو عليك. ده انا حبيبك يا معلم واقف عرضك ما انتش فاكرني. انت اللي سالت عليا امبارح في مصر؟ ايوه يا معلمي. ما بلاش حكايه معلمي دي، انت فاهم؟ كنت عايز ايه؟ واقف عرضك يا معلمي، طالب حمايتك. الو. صباح الفل يا رشدي بيه. ايوه ايوه ميرسي قوي. لا وصلت بالسلامه امبارح. طب وما نزلتش عليا طوالي ليه زي ما اتفقنا؟ بتقول ايه؟ الامانه فين يا سراج؟ واحده واحده بس من غير حمقه. لا طب كله تمام التمام. مش هينفع الكلام في التليفون، لازم نقعد كده. طيب ما تنساش تجيب الأمانة معاك. لا يا رشدي بيه أنا ما أقدرش أجي عندك، أنا مستنيك هنا في فلسطين في البر. أوكي مش خلاص؟ ألا هو أنت عايز التليفون؟ إيه رأيك؟ تفضل. حاجة يا رشدي اسمع يا صرصار، انت الواد اللي تحت ده تمشيه يوسف؟ احنا مش ناقصين لبعيال. ده وجد عاوي يا رشدي بيه. انا قلت يمشي يعني يمشي، مفهوم؟ مفهوم. خد الباكو ده تحت الحساب، انت من دلوقتي تبعي، مفهوم؟ سراج قاعد في اللوكان ده نفخ لي بطنه وعامل ملك، مفهوم؟ اسمعني كويس، انت دلوقتي ميت ميت صح؟ ما انا واقف في عرضي بيه. ما انت ما انتش هتقع في عرض بلوشي كده يا روح امك. لذيذ يا رشدي بيه. حاضر يا فندم، دقيقة واحدة. تليفون من مصر. طيب. الو؟ عملوا فيك ايه؟ ابدا. ما تقول لي هرفعي، ايه اللي حصل؟ خد دول عشانك. ايه دول؟ ودول تديهم لنعيمه في عيش الوطويط. اسال على الواد صبح ابني. رفاعي ايه اللي حصل؟ خد الفلوس واخلع انت، العمليه دخلت في الغويط. قول لي بقى انك عاوز تقنطرني علشان تطلع بنص ارنب لوحدك.
يا بني ادم اسكت. لا مش هسكت بقى رفاعي. ها ما انا مش كراجي عشان اتاكل اوانطه كده. يا حمار انت انا خايف عليك. انت مش وش الحاجات دي. اللعبه دي مش بين لها اخر. يلا اتكل على الله. انت رايح فين؟ رشدي واخدني يغديني في الكندالوكس. طعم الاسراج يا سيدي على اخر الزمن. فين؟ روح. انت مش قد اللعبه دي. روح اتكل على الله. خلصت منه؟ خلصت. انزل احجز لك اوضه هنا. هنا؟ سراج نازل هنا. انا هجيب لك نمره الاوضه اللي هو نازل فيها. حاضر. حسك عينك يشوفك ولا يقابلك. ماشي. خليك في الاوضه لحد ما اتصل بيك. حاضر. ما تروحش من ناحيه البار. يعني كله تمام. برافو عليك. انا كمان جاهز. اتعابك موجوده. هتاخدها وانا بطلع المركب. هي هتتحرك الساعه كام؟ طيب انا هكون عندك بعد الفجر. الباسبور موجود وكل حاجه جاهزه. طيب مع السلامه. طب متشكر. الو أوضة 12 من فضلك. طب لما يرجع وحياتك قولي له رفاعي اتصل بيك. ايوه انا اللي قاعد معاه. ما انتش خايف؟ شوف يا ابو الرشد، ما دام في مخ نظيف بيشتغل ما تخافش. وبعدين العمليه انا مخطط لها وعامل حساب كل حاجه. يعني هتطلع بيها لوحدك؟ بعد اذنك.
بس انا هعمل باصل برضه وهديك البودره. ما تخافش هكرمك، مش هاخد منك النص ارنب تمنها، هقسمك انا الربع وانت الربع. واذا رفضت ما صدقش انك ترفض نعمه جايه لك لحد عندك. انت عارف ان ما حدش بيتعامل في البودره دي غيري انا والناس بتوع مصر. لا يا رشدي، انت نسيت واحد تالت. مين؟ انا. اذا ما خدتهاش هسافر بيها على افريقيا واوزعها لحسابي. برضه عامل حسابي للنقطه دي ومربط مع ناس حبايبي زيك كده. ما تخافش على اخوك وحياتك يا رشدي. ما تاخرش عليا الليله، لازم الفلوس تدفيني. والبضاعه هتستلمها بعد ما اسافر. خلي بالك ما تلعبش بيا وانا ما العبش بيك. الو، نازل باسم انور احمد وجدي. شوف نمرة الأوضة بتاعته. الليلة لازم تكون البودرة والفلوس في إيدينا. الظاهر إنه ناوي يهج الليلة. اسمعني من غير ما ترد. أعمل أي حاجة وبسرعة. انت ناوي تروح فين؟ ماموريه صغيره كده وهرجع على طول. اوروبا؟ انت ما بتكليش ليه؟ الاكل هيبرد. مش بقولك انك خطير؟ على فكره انا اموت في الغموض ده، ما بيعجبنيش الراجل السطحي ابدا. ابو حجاج، برافو عليك، ده انا افتكرتك روحت. تعال تعال. كنت عاوز تقليش نانا ها علشان تتمتع بالعزه ده كله لوحدك يا اخويا. يا واد يا مدقدة، انت قول لي عرفت ان انا هنا ازاي؟ صبايا كمعلمة، بس بقى التاكسي اللي داخل سبع دخان ده بقى مخصوم من نصيبك. ماشي يا عم. ايه ده؟ ايه ده كله؟ يخرب بيتك يا رفاعي، دي قلطة الناس الكبار قوي. اقعد كلك لقمة، الاكل كتير يكفي خمسة. كله بتمن وحلاوة. ولا اقول لك خد دش الاول، الحمام هنا ببانيو، مية سخنة ومية ساعة. لا في صفايح ولا كزان. كزان؟ هتقول لي بقى ان بيتكم فيه بانيو؟ لا. ما تقوم يا جدع خد لك حمام، زمان جتتك عفنت. انا جعان. خرب عقلك يا رفاعي. بقيات هتسكن في القنده زي دي؟ ده انا عمري ما كنت احلم. اصل السراج نازل هنا. ما انا شفته تحت. كان بيدفع مع حتة واحدة. يخرب بيته. ده بيوقع كل وقعة ووقعة. في المطعم؟ ومديها خمرة. امال فين الخمرة يا ابني؟ طب قوم اقوم فين؟ لما اكل. كل تحت في المطعم وخلي عينك عليه عبال ما اقلب اوضته. الو، الاستاذ انور احمد وجدي. طب هو نازل في نمره كام؟ يعني اهني نفسي يعني. طب ما تقومي بقى نطلع فوق. مش لما نخلص اكل الاول؟ انت عارف ان انا كنت المفروض اطلع دكتور. ابويا كان نفسه حقق له الامنيه دي، وفعلا
قعدت في كلية الطب 3 سنين وتخرجت منها. ياه شطارة. هم خرجوني غصب عني. أمي بقى الله يرحمها كانت غاوية تمثيل. كان نفسها أطلع ممثل. هي الوحيدة في الدنيا دي اللي كانت شايفة إني شبه عمر الشريف. القرد في عين أمه. الله يرحمها كانت بتحبه قد عينيها. صوره كانت مالية البيت. حتى في أوضة السفرة كانت معلقة له صورة بالحجم الطبيعي عشان تفتح نفسها على منك لله. أنا ما أعرفش رجالة كتير في حياتي. لكن أقدر أقول إنك خطير. مش للدرجة دي. أمال أنت إيه؟ إيه يعني إيه؟ نفسي أعرفك أكتر. هتتعب. قلتلك قبل كده إني بموت في التعب. أنت متجوزة؟ كنت. وبعدين؟ طلقته. أصل أنا ماليش تقل على الرجالة. وبعدين الراجل اللي اتجوزته طمع في فلوسي. الله. أفهم من كده إني غنية؟ عندي فلوس كتير. مش عارفة أعمل بيها إيه. شوف الصدف. أنا كمان غني. تيجي نحط فلوسنا على فلوس بعض ونبعزقهم سوا. مش قلت لك إنك خطير؟ لو سمحت 208 من فضلك وتشكل. متهيالي بقى انا المره دي اللي امضي على الفاتوره. تشكل. سيادتك تؤمر بحاجه؟ ها؟ لا 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 ولا اقول لك الغي طلب بقى. معلش. و210 لو سمحت. انور بيه، مش حضرتك خدت مفتاح اوضتك؟ يمكن. نقعد مع بعض شوية ولا ايه؟ أنا نسيت أقول لهم حاجة مهمة أوي في الريسبشن. عن إذنك. مش عليا اسيبك لوحدك. امال ايه اللي حط المفتاح في الباب؟ ممكن تكون نسيته. او حد كان بينظف الاوضه. على رايك. لكن انت بقى
من نوع المقتحم كده. مفيش وقت. مش ناخد كاس الاول؟ ناخد. سك ولا مية؟ سك. بصحة عمر الشريف وفاتن حمامة كمان؟ كفاية قوي، احنا فاضيين لهم. على رأيك. يا سلام. تعرف رفاعي، انا عمري ما كنت احلم ان هيحصل اللي بيحصل ده ابدا. والله انت رايق قوي يا اخي. ما تفكر معايا هنعمل ايه دلوقتي. الأوضة ما فيهاش حاجة خالص. هيكون شايل الفلوس والبودرة فين؟ سراج مش سهل. مش ممكن يكون شايلهم معاه. على فكرة الحكاية دي باين عليها هتطول. وأنا ما عملتش حساباتي في الغيار. بس أنت بقى يا عم عملت حسابك وجبت معاك قميص وسويتر. شوف أنا بفكر في إيه وده بيفكر في إيه. أنت هتجننا يا جدع أنت. ما تتحمقش كده. في الافلام الامريكاني البطل بيبقى بارد جدا، وكل ما المشكله تتعقد يبتسم ويولع سيجاره. انا فرحان جدا وخايف جدا ارفعي. عايز منك خدمه يا يوسف. عمر، بما انك باين عليك قاعد، ابعت 300 جنيه من الفلوس اللي اديتهالك على البيت لنعيمه في البوسطه. خمسه عطفة الدكروري بجوار البقال طرف أم نعيمة. مش عاوز كمان أبعت جبالك هنا. خد يا أخويا جار الكوبر بتاع السيمة أبو سجارة. ألو، لو سمعت تديني 25314. ايوه 314 معاك. عملت ايه؟ قلبت الأوضة ما سبتش ولا خرم إبرة. مفيش أثر لأي حاجة. لازم الحكاية دي تخلص قبل نص الليل ما يخش. مفيش وقت وبأي طريقة. رجاء، في واحد طالع بيدخلهولي. حاضر يا فندم. رشدي بيه منتظر سيادتك فوق. انت تاخد شنطتك وتروح على طول. ما بصيش وراك وما تطقيش بكلمه والا هخرسك. رجاء، لا 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 ل
عمره. طول عمرنا زمايل انا كادر. ده انا بقالي سنين استنى الفرصه دي. لا اسمك في البضاعه بس اسمع كلامي. البودره فين؟ ها؟ سراج. كنت فاكر انك هتقدر تلعب لوحدك يا غبي. يوسف يوسف بتتكلم منين يا يوسف؟ ايه بتقول ايه يا يوسف؟ يوسف يوسف ازيك يا ماما؟ وحشتيني قوي. ايه؟ لا ما تخافيش مفيش حاجه. ازاي سامية وبابا؟ تعالى يا يوسف تعالى بسرعه، سيب كل حاجه وتعالى اوام. لا لا خد تاكسي وتعالى. يا يوسف تحب اجيلك؟ ها؟ طب قول لي انت فين وانا اجيلك. انا توحيد يا يوسف. توحيد؟ انت بتعمل ايه عندك؟ لا 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 انا حاج. عملت ايه؟ خلصت على رشدي. الحاجات الشخصية ملهاش مكان عندنا. قتلته ليه؟ خاين وكلب. صباح الخير. اهلا. دي تذكرة امانات سكة حديد مصر، هتنزل مصر دلوقتي حالا تشوف فيها ايه. انا متأكدة انها البودرة. لو هي البودرة قولي شوقي يطلعها في طيارة نص الليل، لو ما فيهاش اتصل بيا على طول وقولي شوقي يبعت تلكس يغير ميعاد الطيارة بكرة نفس الميعاد. حاضر. أنا مش هتنقل لغاية ما يجيلي تليفون. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ سيبت ركبي افتكرته قتلك. هو مين ده؟ الراجل اللي جالي البنك. وانت شفته فين؟ كان خارج من اللوكاندا وانا جاي. طب اوصفهولي كده. راجل اصفراوي كده وعلى وشه هم الموت. النجار. الله، يعني وصلوا. دي حاجه ما تطمنش ابدا. ايه اللي حصل؟ السراج ما بيردش ورشدي مش في المينا والنجار كان هنا. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الو وحياتك اديني اوضه 210. اهلا يا روحي، انت رحت فين؟ جيت اغير هدومي وهنزل على البلاج قبل ما الشمس تغيب. طب دقيقه واحده حبيبتي هقفل الدش، نسيته شغال. خليكي معايا.
لو سمحت الشنطة اللي في الأمانات. ايوه يا حبيبي، كنت فين المده دي كلها؟ طيب انا هسبقك على هناك، بس ما تتاخرش عليا. تفتكر هي الشنطة اللي فيها الفلوس؟ أكيد كان شايلها في الأمانات، دي هي شبه الشنطة الأولانية بالظبط. الواحد جري كتير اليومين دول، حد يسيب نص مليون جنيه بعيد عنه؟ رفاعي تعال، ده باين عليه لسه بيحب. يلا بينا على اوضته. رحت الجمرك؟ اتصلت بواحد اعرفه وهو اللي هيخلص لي عليها. بيتهيألي اني اعرف الواحد ده. مين ده؟ رشدي. ما اعرفش حد بالاسم ده. يا ترى التيكت معاكي ولا بعتهوله ولا يمكن جه خده وانا نايم؟ وانا صغير كانوا بيسموني القطر، عارفه ليه؟ عشان كنت بدهس اي حد يقف في سكتي. مره عيل صغير سرق مني كره شراب، عاديكي شالوه من ايدي على المستشفى بين الحياه والموت. التيكت فين؟ خد المفتاح معاه. يعني لازم نواجهه. اهي اهي دي اللي كانت معاه. دي خلي بالك اوعى يكون معاه سلاح. فرصة قدامنا، يلا نروح. اللعبة ما بقتش لعبة. روح انت. لا مش هسيبك. ما تبقاش مجنون، المرة هتاخد الفلوس. ملعون ابوها لابو الفلوس. انت مش عاوز تروح لنعيمة وصبحي؟ ابعد عني،
روح انت. لا مش هسيبك. روح بقولك مش هسيبك. روح. اتفضل يا فندم. متشكر، انا نازله تحت. تعالي. شوف يا نجار، انت هتمشي معايا زي ما انت. انا الرائد يوسف الدليل، مفيش فايده.